من جديد ده بجد التحيه بيك يا كابتن ايسام وبضيوفك الكرام وبكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. معي في هذه الاثناء دكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره اتحاد الكره المصري لكره الطايره. دكتور سامح برحب بحضرتك على شاشه قناه النادي الاهلي. هنقول مليون مبروك للنادي الاهلي، لكن مليون مبروك ليكم في موسم صعب جدا شهد الكثير من التحديات، لكن كمسؤول اللجنه المؤقته للاتحاد المصري كنتم على العهد. الحمد لله احنا فعلا فخورين ان احنا قدرنا ننهي موسم في منتهى الصعوبه. كورونا وانسحابات واشكالات يعني موسم كان صعب جدا جدا، بس الحمد لله احنا مرينا بيه الحمد لله على خير. واحنا كمان ان شاء الله عندي نهايه كاس مصر للسيدات يوم الجمعه والاثنين اللي جاي، ويبقى خلصنا الموسم بالنسبه للسيدات دوري وكاس، وهنا خلصنا الدوري وان شاء الله كاس بتاع الرجال هيبدا بعد كده خلال يعني خلال ايام ان شاء الله، ونتعشى ان احنا نكون خلصنا الموسم على خير. والحمد لله انا شايف ان يعني انا شايف ان الموسم كان ناجح جدا، بدليل ان تقارب كل النتائج بتاعه الفرق من رقم 1 لرقم 12، لدرجه مش هتصدق ان احنا لغايه امبارح احنا مش عارفين مين هينزل ومين هيطلع، وواخدين ارقام يعني وماتشات في منتهى القوه ومنتهى الصعوبه. مع حضرتك يا دكتور سامح يعني في ظل الموسم الصعب التنسيق كان مع الانديه، ويعني انا اتكلم على النادي الاهلي بالتحديد، والتواصل والتنسيق والدور اللي موجود من مجلس اداره النادي الاهلي خاصه الكابتن محمود الخطيب، تحب تقول لهم ايه؟ لا هي الحقيقه طبعا نادي متعاون في كل حاجه، والحقيقه احنا ما شفناش منه اي مشكله ولا اي حاجه. وبرضو انا عايز اقول انا بشكر كل الانديه، لان فعلا احنا ما لقيناش مشاكل مع الانديه، بالعكس الانديه ساعدتنا جدا على نجاح هذا الموسم. شكرك يا دكتور سامح وبالتوفيق دايما ومزيد من البطولات لمنظومه الكره الطايره في مصر. شكرا ليكم كلكم، شكرا. كابتن ايسام ده كان لقاءنا مع الدكتور سامح حمدي رئيس اللجنه المؤقته لاداره الكره الطايره بمصر. من جديد تعود الكلمه ليك يا كابتن ايسام ولضيوفك الكرام.